للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور بلال شعيب أستاذ الاقتصاد. دكتور بلال، بعد التحية خليني أبدأ معك من هذا القرار، حيث أن صندوق النقد الدولي وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1,200,000,000 دولار سنويا. بداية، كيف يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات على الدول الأعضاء بالصندوق؟ في البداية صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالتأكيد الإجراء ده كان متوقع، ومتوقع بالتأكيد إجراء استفتاءه إجراءات أخرى من تخفيض أسعار الفايدة، خاصة إن العالم النهاردة بدأ يكتوي بنار أسعار الفايدة المرتفعة، خاصة بعد ما وصلت الديون العالمية بإجماليها حوالي 315 تريليون دولار، وهو ده الرقم الأكبر والأضخم في التاريخ. نعم. الدول ال 315 تريليون دولار دول منهم حوالي 105 تريليون دولار دول نامية، وبالتالي بيزداد المشاكل الاقتصادية في الدول النامية اللي المفترض الصندوق النقد الدولي بيحل مشاكلهم الاقتصادية وبيساعدهم على التنمية وعلى الخروج من العثرات المالية. نعم. وبالتالي ارتفاع أسعار الفايدة عالميا كان ليه أضرار سلبية على الموازنات العامة للدول وعلى مزيد من الديون للدول. وبالتالي النهاردة صندوق النقد الدولي بيحاول ان هو بشكل بطبع من الضغوط السياسية والمسؤولية عليه ان هو يحاول يساعد الدول، خاصة الدول النامية اللي اكتوت بنار اسعار الفايدة، خاصة لما شفنا الفدرالي الامريكي كان رافض يخفض اسعار الفايدة لعدة شهور، اكثر من 24 شهر، وده اللي ادى الى حالة ركود اقتصادي عالمي اكتوت بيه اقتصاديات الدول الكبرى كمان مع الدول النامية. يعني شفنا الصين وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم انخفض فيه معدل النمو الاقتصادي، وده كان ظاهر حتى مع منظمة أوبك العالمية اللي عملت تخفيض طوعي للإنتاج للحفاظ على مستويات سعرية معينة في البترول. فبالتالي النهاردة متوقع بشكل كبير جدا تخفيض أسعار الفايدة واستمرار تخفيضها في الفترة القادمة، خاصة مع وجود حالة الركود الاقتصادي اللي بيجتاح العالم، ونقدر نقول زيادة الأعباء المالية على الدول، خاصة الدول المالية. نعم، هل ترى دكتور بلال أن هناك دول بعينها ستستفيد أكثر من غيرها من الدول الأعضاء من هذه الإجراءات؟ بالتأكيد هي كل الدول هتستفيد، لكن هناك عدد من الدول بعينها هي اللي هتستفيد، خاصة أن هو تخفيض التكلفة النهاردة هو تخفيض مش الفوائد، تخفيض تكلفة الرسوم الإضافية. نعم. الرسوم الإضافية بيفرضها الصندوق على الدول، هو بيبص على المحفظة بتاعت الصندوق النقد الدولي بيشوف أن هناك دول حجم مديونيتها بيكون اكبر من الحصه الخاصه بالدوله. نعم. وبالتالي بيفرض هنا نوع من انواع نقدر نقول العموله، او نقدر نقول جزء من الفايده مضاعف او اضافي على اقتراض تلك الدول. بالتاكيد في اكبر 10 دول في العالم، منها طبعا الارجنتين، منها مصر، منها اوكرانيا، باكستان، الاكوادور، كولومبيا، دول اكبر دول عالميا بتستفيد من تخفيض الفايده. نعم. لو بنتكلم عربيا هتستفيد من ده ممكن مصر، المغرب، الاردن، فبالتالي في عدد من الدول بعينها هتستفيد من ده، وده بينعكس بشكل كبير. تخفيض تكلفه الاقتراض بيساعد الدول على تعزيز مراكزها الماليه من جانب، بيساعدها انها تكون منتظمه اكثر مع الصندوق، بيساعد الدول دي كمان على انها تقدر تنفذ مخططاتها التنمويه في دولها، وبالتالي المواطنين من الدول دي يقدروا يشعروا بنتائج اصلاحاتهم الهيكليه والاقتصاديه في تلك الدول. وبالتالي انا شايفها خطوه ايجابيه وخطوه ندعو انها تستمر كمان، يعني تقدر تقول انها تمس الفايده بشكل كبير جدا، وبالتالي دي تكون بادره لتخفيض اسعار الفوائد عالميا، وينخفض الدين العالمي اللي وصل النهارده وتجاوز حاجز 315 تريليون دولار عالميا. توقعات حضرتك اخيرا دكتور بلال، يعني كيف يمكن لهذه الاجراءات ان تؤثر على مستقبل السياسات الماليه والنقديه؟ بالتأكيد تخفيض سعر الفايدة بيكون مهم جدا، لأنه بيؤثر على السياسة النقدية والسياسة المالية بشكل مباشر وشكل غير مباشر لكل منهما. نعم. بنتكلم على السياسة النقدية، فتخفيض سعر الفايدة بيحدث انتعاشة للاقتصاديات، من ناحية ثانية السياسة المالية بيساعد متخذ القرار للسياسات المالية إن هو يقدر يتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، يقدر يتوسع في الانفاق الاستثماري على عدد من المشروعات التنموية، وده جزء مهم. لكن طول ما أسعار الفايدة مرتفعة ده بيكبل الحكومات وبيضعف من قدرتها على تنفيذ مخططاتها التنموية للدول. نعم. فأعتقد إن دي تكون بادرة خير إن شاء الله، ويحدث انفراجات قريبة في أسعار الفوائد، وإحنا شفنا الفدرالي الأمريكي بدأ يخفض أسعار الفايدة، وأعتقد إنها تاخد منحنى نزولي ولكن نزول تدريجي يمكن على فترات، أعتقد عام 25 سيشهد انخفاض كبير في أسعار الفايدة على.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور بلال شعيب أستاذ الاقتصاد على هذا التحليل الوافي، شكرا جزيلا لك.